أبرز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة طالما بقى المصريون على قلب رجل واحد في حالة من الوحدة. وأعرب الرئيس السيسي خلال كلمته تهنئة الأقباط بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد عن تمنياته أن يكون عاما سعيدا على الجميع، ونتجاوز فيه بفضل الله الأزمات الموجودة، ونتمنى من الله ألا تستمر أكثر من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلوا استريحوا، فضلوا من فضلك، فضلوا 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 استريحوا. قدس البابا، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد وسنة إن شاء الله سعيدة علينا كلنا. كل سنة وانتم طيبين، ليكوا كلكم، لكل الناس، لكل المصريين، لكل العالم. كل عام وعام سعيد وعيد سعيد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه إن يخلي العام ده نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله تقريبا من 2020، ويعني الظروف صعبة والأزمات صعبة، ونتمنى حتى الأزمة الكبيرة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في منطقتنا. انا مش عايز اتكلم في مشاكل ولا حاجة، ده عيد واحنا جايين عشان نشارككم فرحتكم ونهنيكم ونتمنى لكم كل خير. فلكن على كل حال يعني إن شاء الله إن السنة دي تبقى سنة سعيدة علينا كلنا، ونتجاوز فيها بفضل الله سبحانه وتعالى الأزمات الكبيرة اللي موجودة، ونتمنى من الله إنها ما تزيدش أكتر من كده وما تستمرش أكتر من كده. يعني أكتر أزمة احنا بنعيشها كلنا ومتأثرين بيها كلنا، أتصور هي اللي بيحصل في قطاع غزة والضفة الغربية، وإحنا في مصر لينا موقف محترم إن شاء الله. بنسعى إلى إن إحنا يعني على الأقل يبقى في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات عشان نخفف عن أشقائنا وأهلنا في غزة، ثم بعد كده يعني يبقى في حل للقضية اللي هي بتتجدد كل كام سنة وتألمنا كلنا. مش هطول عليكم، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام وكل المحبة لكم جميعا، وتحياتي لقداسة البابا، وتحياتي واحترامي لقداسة البابا اللي أنا بأكن لي كل احترام وكل تقدير والله. وطبعاً المحبة دي نجمة عن مواقف ما يعملهاش إلا رجال، مواقف ما يعملهاش إلا رجال. رجال مخلصين بيحبوا بلدهم ومؤمنين بيها وحريصين عليها. فعشان كده أنا عشت الكلام ده، عمليا مع قداسة البابا. تقديري ليك يا قداسة البابا، ربنا يديك الصحة، وبشكرك جدا جدا على اللي فات وعلى اللي جاي. مرة تانية مش عايز أطول عليكم عشان كل سنة وانتم طيبين. آخر حاجة هقولها لكم أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله سبحانه وتعالى، طول ما احنا حاضر
طول ما احنا مع بعض، طول ما احنا مع بعض الامور بفضل الله هتعدي والظروف الصعبه هتنتهي. المهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير. المهم بلدنا بخير وشعبها بخير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، وذلك في المسافة من محطة السخنة وحتى محطة نجيب. وأوضح وزير النقل أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية في مصر، بالإضافة إلى خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد، وربط المناطق الصناعية، مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، مراكز التصدير. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك يومي 7 و8 يناير الجاري. وأكدت وزارة الصحة في بيانها أن الكشف والعلاج مجاناً ضمن القوافل التي سيتم إطلاقها، موضحة أن القوافل ستكون بمحافظتي أسوان وجنوب سيناء. يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في 6 مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا باستاد القاهرة الدولي في البروفة الأخيرة استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، وتنطلق في 13 يناير الجاري. ويبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب موزمبيق في الجولة الأولى في 7 مساء الأحد 14 يناير. وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.